المحطة نعم سي غادي في اجواء ما داكش الخرج بفضل المجلس الاداري ديال المحطة والسيد المدير والناس ديال الامن الوطني والقوى المساعدة والسيد القائد اللي تيشرفتو على التنظيم ديال المحطة. هاد الناس 24 ساعة 24 ساعة نعم مطرقين في هاد اليوم ديال العيد ما تنعمش وخدامين في اجواء. السيد المفتش موجود الرخص الاستثنائية في اي اتجاه في هاد الوقت بالضبط. هذا اللي كيعرف المناسبة ديال عيد الأضحى المبارك، فالحمد لله حنا في المحطة الطرقية مستعدين لهذه العملية هذه مجندين من عمال وأطر وموظفين مع تنسيق مع السلطات المحلية وأمن وطني وقوات مساعدة ومراقبة ومفتشات النقل. فالحمد لله الأمور هي غادية بسلام. كتعرف واحد التوافد مهم ديال المسافرين، كنحاولوا كنصحوا على السلامة ديالهم وعلى الصفاء ديالهم في واحد الظروف مريحه مع توفر الحافلات بالنسبه للخطوط اللي كتعرف واحد الخصاص او اللي كتعرف واحد الاكتظاظ بالنسبه للمسافرين. ما كنخليوش المسافرين ينتظروا بزاف في المحطه الطرقيه، كنحنوا في اقرب وقت نوفروا لهم الحافله عند الحاجه. فالحمد لله الامور اللي حدينا هي اوشكت العطله على القبليه ديال عيد الاضحى على الانتهاء. الحمد لله الامور راه بسلام. التوافد مهم، الحافلات متوفرة، نحن كلجنة تتبع حاسين بالمسؤولية ومجندين لهذه العملية هذه، أعطينا الاهتمام اللازم كما خصها تكون والحمد لله هذا الشيء راه كيشرف مدينة مراكش. كما كتشوفوا المحطة الطرقية يعني على أحسن ما يرام، الحافلات موجودين، المسيرين سايرين قايمين بالأشغال ديالهم على أحسن ما يرام، جميع الاتجاهات كاين الحافلات موجودين، اللهم لك الحمد وعواش مبروكه. وبالنسبه للاثمنه، اثمنه مناسبه، ما كاينش شي زيادات اللي هي، والتذاكر كتقطع في الشبابيك على احسن ما يرام. عام الاول كان اكتظاظ على هذا العام، هذا العام كاين تخفيف شويه. وبالنسبه للاتجاهات كاين اتجاهات زاكوره تنغير بومال داز، يعني كان اكتظاظ، ولكن كاين الحافلات الرخص الاستثنائيه، كاين حافلات موجودين، اللهم لك الحمد الامور غاديه على احسن ما يرام. خويا الحمد لله المحطه راه كتمشي كعواجر كيما عواجر، داكشي راه منظم، الناس راه خدامه، حتى الدراري حتى هما تيتعاونوا مع الموظفه تينظموا حتى هما شويه، المهم ينظم راسك غادي تنظم داكشي، داكشي راه غادي عادي كهذاك العام كهذا العام، هادشي اللي كاين اخويا راه هو هذا، الحمد لله.